لسه في أخبار وزارة الصحة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قالت إن حملة إحساسك نعمة للتوعية بالتهاب الأعصاب الطرفية جزء من حملة 100 مليون صحة. حملة إحساسك نعمة انطلقت في القاهرة بحضور عدد كبير من الأطباء المصريين مع خبراء من 8 دول أوروبية وعربية. نشوف تقرير عن الحملة، كان هناك مراسلنا إيهاب العدوي. الحملة دي أول حملة من نوعها في مصر وفي المنطقة دي كلها، إنها بتلفت نظر الناس لإحدى مضاعفات مرض السكر. مضاعفات مرض السكر كثيرة من ضمنها التهاب الأعصاب، والحملة عملت الآتي: أولاً عملت وعي عام في المجتمع. نمرة 2، دربت كم ضخم من الأطباء اللي بيشوفوا يومياً مرضى السكري، ودربتهم على الاكتشاف المبكر لالتهاب الأعصاب الطرفي. الحاجة الثالثة انها عملت حملة سكرينينج، انها تكتشف، وده جزء من الحملة القومية بتاعت 100 مليون صحة، ان كل الناس بقت دلوقتي على وعي انها تدور على الامراض الغير سارية ومضاعفاتها، واحدى مضاعفاتها التهاب الأعصاب. كلنا عارفين ان هذه مشكلة كبيرة بتعاني منها كثير مجتمعات، بالذات في مجتمعنا في الدول العربية. للأسف المريض عندنا يعاني من آلام مبرحة، ويعاني من تدهور وضعه الصحي، بحيث أصبح إنسان معطل في حياته الوظيفية، لا يستطيع القيام بأبسط متطلبات حياته اليومية، وبالتالي يعني نظهر أدوارنا كأطباء في منظومة صحية متكاملة، نعمل من خلال فريق عمل متكامل لاحتواء هذه المشكلة بتثقيف المريض بشكل جيد، بالإضافة إلى تطوير أدائنا كأطباء بالاتباع المنهجيات الدولية العالمية. الحملة نفسها فكرتها ممتازة جدا، وطبعا علشان الإحساس ده مش مسؤول عنه دكتور معين أو مرض معين، دي حاجة عامة في الأعصاب الطرفية، بيشترك فيها دكتور العظام، دكتور المخ والأعصاب، دكتور السكر، والدكاترة بتاعت الهرمونات والحاجات دي كلها. بتعتمد في الآخر إنه العيان يحس بأطرافه، لأن عدم الإحساس بالأطراف بيدخلنا في مشاكل كتير. حملة نفسها لمنع إن احنا نوصل إنه إحساسنا بالأطراف ينتهي. الإحساس نعمة حملة قومية، حملة قدرت تزور وتوصل لأكثر من مليون مواطن في أنحاء القطر المصري كله، من خلال قوافل طبية، من خلال أطباء معانا النهاردة بيحتفلوا باللي احنا وصلنا له، عشان نقدر نواصل المسيرة ونقدر نوصل لعدد أكبر من أهالينا. حملة إحساسك نعمة للتوعية بعلاج التهاب الأعصاب الطرفية. طبعا التهاب الأعصاب الطرفية بيحصل في أمراض كتير، بالنسبة لتخصصي طبعا في الأمراض الروماتيزمية المناعية، بيحصل في أمراض شهيرة جدا زي مرض الروماتويد، مرض الزئبق الحمراء، ومرض جوجرين. فبيتم التعاون بيننا مع طبيب الأعصاب لمتابعة الحالة ومتابعة حالة الأعصاب والتشخيص المبدئي لحالة الأعصاب والمتابعة الدورية بالعلاج لمنع تدهور الحالة. هلا طبعا أهم شيء نحن عندنا التوعية، لأنه مثل ما بيقولوا يعني الوقاية خير من ألف علاج، فنحن الحملة بالتوعية مثل ما بيصير لغير أمراض، لغير أمور عم تصيب المريض، حيلا حملة بتفيد المريض، وكله بالنهاية بصب مصلحة البيشنت كير وكواليتي أوف لايف.